فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يقال في وقتنا الحاضر إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن هذا الثقل يكون باختلاف الزمن وطبيعة كل مجتمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر خبراً عاماً في جميع الأوقات، ما قال أثقل الصلاة على المنافقين في هذا الوقت، وإنما في جميع الأوقات، صلاة العشاء وصلاة الفجر هي أثقل الصلاة على المنافقين. نعم.